والإمام أحمد عن هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان عثمان بن عفان إذا مر بقبر بكى حتى يبل لحيته. فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القبر أول منازل الآخرة فإن ينجو منه فما بعده أيسر وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. أسأل الله تعالى أن يكون القبر خير منازلنا. وقال صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. ولذلك قال رجل من العلماء ينصح ويذكر قال اعلم رحمك الله أن في القبر وظلمته وضيقه ووحشته مع طرح الميت فيه غير موسد ولا ممهد وقد باشر الثرى وواجه البلا وترك دنياه للورى ونبذ ما كان في يديه منها بالعرى مع حبيب قد أسلمه وقريب قد تركه ونصير قد أفرده ما يفطم النفس عن الشهوات وإن كانت صعبة الفطام ويقطعها عن اللذات وإن كان قطعها بعيد المرام. فبينما المرء مرتكض في أمنيته غافل عن يوم صرعته ومنيته قد فتح لله بابه وأسدل دونه حجابه ولم يعبأ بمن لامه في ذلك أوعابه إذ هجمت عليه منيته فهتكت أستاره وكسفت أنواره وطمست آثاره وأخرجته من ذلك القصر المشيد والبيت المنجد والمتاع المنضد إلى حفرة من الأرض سوداء ضيقة النواحي والأرجاء فيها من الخوف والفزع ما شاء. وكأني بك وقد كنت في الدنيا تشكو تبديل المنازل وإن كانت حسانا وتكثر فيها تلونا وافتدانا ولا ترى لربك فيها فضلا وامتنانا فانظر الآن ما بين المنزلتين وما بين الوحشتين إلا أن يدركك فيض الرحمة يا رب فليدركنا إلا أن يدركك فيض الرحمة فتمتد من القبر أقطاره وتتقد أنواره. وقد أحسن من قال من كان يوحشه تبديل منزله وأن يبدل منها منزلا حسنا ماذا يقول إذا أمسى بحفرته فردا وقد فارق الأهلين والسكن. هناك يعلم قدر الوحشتين وما يلقاه من بات في اللذات مرتهنا يا غافلا ورماح الموت شارعة والشيب ألقى برأسي نحوه الرسنا ولم أعد مكانا للنزول ولا أعددت زادا ولكن غرة ومنا إن لم يجد من توالى جوده أبدا ويعفو من عفوه من طالبيه دنا فيا إلهي وسحب الجود واكفة سحا فتمطرنا الإحسان والمننا آنس هنالك يا رحمن وحشتنا والطف بنا وترفق عند ذاك بنا نحن العصاة وأنت الله ملجأنا وأنت مقصدنا الأسماء ومطلبنا.